سؤالي لحضرتك يا دكتور محمد، هل فيروس بي مرض صامت ولا بيعبر عن نفسه؟ يعني المريض بيجي يشتكي لحضرتك يقول لك انا عندي كيت وكيت وكيت، ولا اصلا بيكتشفه قدرا عن طريق التحليل؟ غالبية ومعظم الناس اللي عندهم فيروس بي بيكون عندهم المرض صامت، يعني مش بيحس بأي مشاكل خالص، وغالبية الناس اللي عندهم فيروس بي بيكتشفوه بالصدفة. حد رايح يعمل تحليل علشان هيتعين في وظيفة ما، حد مسافر أي دولة وطلبوا منه هذا التحليل قبل ما يسافر، بيكتشف ساعتها بالصدفة إن عنده فيروس بي. حد داخل يعمل عملية جراحية فالمستشفى أو الجراح طلب منه يعمل تحليل فيروسات كده علشان يطمن، اكتشف بالصدفة. غالبية الناس، يمكن أكتر من 90% من الناس اللي عندهم فيروس بي، لو جيت دورت عليهم وسألتهم عرفتوا إزاي، هقول لك عرفناه بالصدفة. تمام، يعني نقدر نقول ان احنا لازم كلنا ننتبه ونخلي بالنا، لان هذا المرض هو مرض في اغلب الاحوال صامت. حضرتك مش هتشتكي من حاجة، لازم تعمل الفحص الدوري. الفحص الدوري ممكن يطلع هذا الفيروس يا دكتور؟ يعني لازم كل واحد كل سنة مثلا او كان سنتين، كل قد ايه؟ يعني اطمن على نفسي كل قد ايه؟ هو الفحص الدوري اللي لازم كلنا نعمله لازم يتعمل على الأقل كل سنة، تفحص دمك وبتفحص بعض الفحوصات المبدئية البسيطة جدا اللي منها الفيروسات، لازم تعملها على الأقل فترة دورية كل سنة. ودي الثقافة اللي لازم كلنا كمجتمعاتنا كلنا لازم نتبنى هذه الثقافة، ثقافة الفحص الدوري الطبي بصفة مستمرة كل سنة على الأقل، تطمن على مستوى الدهون في الدم، تطمن على صورة الدم، تطمن على وظائف الكبد، تطمن خدت عدوى فيروسات ولا لا. دي ثقافة لازم ننشطها جدا في مجتمعاتنا، خاصة في وقت الأوبئة ووقت الملوثات اللي موجودة في الجو عندنا كتير، وتعرضنا الدائم للعدوى سواء من الدم أو من الطعام أو من أي حاجة، فدايما يكون عندنا ثقافة الفحص الطبي الدوري علشان نقدر نكتشف أي حاجة في بدايتها. دكتور محمد، هل بيختلف وجود فيروس بي بين الدول؟ يعني في مصر مثلا عندنا او في الدول العربيه الشقيقه زي السعوديه واليمن، بيختلف هذا الوضع؟ في فرق ما بين الدوله ودوله؟ هو الحقيقه اختلافات طفيفه جدا ما بين المجتمعات في وجود فيروس بي، هي تقريبا النسبه تقريبا متشابهه ما بين الدول العربيه وحتى الدول الغربيه، تقريبا النسبه تقريبا الفروق بينهم طفيفه جدا. تمام، الصوره الحاده بتبقى عامله ازاي يا دكتور؟ يعني هل في شكل معين التهاب كبدي زي ما الناس متخيلة ان هيبقى في صفرة مثلا والتهابات وارتفاع في الانزيمات، هل بيحصل هذا الموضوع مع فيروس بي؟ او بمعنى احرى، ايه هي الشكل الاشهر والاقل شهرة لمشاكل او الاعراض المصاحبة لفيروس بي؟ الشكل الاقل شهرة هو ان يجي التهاب كبدي فيروسي حاد من فيروس بي، اللي هو يعني الظاهر بقى اللي هو بيظهر بصورة ارتفاع شديد في الصفرة وانزيمات في الكبد. ده نسبة صغيرة من الناس اللي هو مجرد ما بيخش فيروس بي عندهم بيحصل عندهم التهاب كبدي حاد بيعلي قوي من نسبة الصفرة ويعلي من انزيمات الكبد، وساعتها المريض ده بيلجأ للفحص الطبي وبيعمل تحاليل فيروس سي وفيروس بي وانزيمات، ويكتشف ساعتها ان عنده التهاب كبدي فيروسي حاد، يعني التهاب كبدي فيروسي بي حديث لسه جاي له دلوقتي. بنقدر نعرف احنا من التحاليل بتاعته هل هو فعلا حديث ولا لا، في تحليل معين بيتعمل نقدر نعرف من خلاله هل الاصابه دي حديثه ولا هو عنده فيروس بي من زمان وما كانش يعرف. تمام، فده بيعمل حاجه اسمها التهاب كبدي حاد، بيعلي الصفره وبيعلي انزيمات الكبد وبيخلي الشخص يحس باعياء شديد، صفره جامده في عينيه، تعب جامد، ممكن يحصل ارتفاع في درجه الحراره، ممكن يحصل اعراض في الجهاز الهضمي، اسهال، اعراض شديده جدا. ساعتها بيلجا للفحص الطبي ويتبين وجود التهاب كبدي حاد. الميزه في الالتهاب الكبدي الفيروسي البي الحاد ان 95% من اللي بيجيله التهاب كبدي فيروسي حاد الفيروس بيختفي تماما في خلال 6 شهور. تمام، حاجه كويسه جدا. يعني اللي هيجيله التهاب كبدي فيروسي بي لو عندنا 100 جالهم فيروس بي النهارده، بعد 6 شهور هتلاقي 95 من ال100 دول الفيروس اختفى عندهم تماما، تيجي تعمل له تحليل الفيروس ما تلاقيهوش، تعمل له اجسام المضاده بتاع الفيروس اللي الجسم عملها هتلاقي اجسام مضاده موجوده، وتلاقي ان الفيروس اختفى. وده من كرم ربنا علينا ان ربنا ادانا مناعه قويه جدا بتقدر تهاجم فيروس بي وتقدر تحجمه وتقدر تقاومه للدرجه اللي تخلي لما يحصل التهاب كبدي او لما يخش الفيروس لاول مره 95% من الناس ممكن يستجيبوا، ومناعتهم لوحديها تقدر تقضي عليه خالص. تمام دكتور محمد.